زي ما انتوا عارفين عني ان انا بكره ان ارمي حاجة وما استفدش بيها، لازم كل حاجة نستفيد بيها. وعشان كده قلت لازم اقول لكم النصيحة دي. الليمون اما بيبقى ناشف كتير جدا نحاول نعصر فيه ما يطلعش مية جامد نروح رميينه، لا، الليمون اما يبقى ناشف قبل ما تقطعيه على طول تروحي حطاه في الميكروويف من 20 ل 30 ثانية وطلعيه واعصريه على طول، هيطلع لك الميه اللي انت نفسك فيها وما تبقيش رميتي ولا ضيعتي الليمونه على الفاضي.